الحمد لله ربي وفقنا ونا با بي سيليبر حتى دقيقة الأخرى ونشكر هذا الجمهور كاع يتيك اللي حضر باسكو لا ميريت ونا بوسي ونيا كري جوسكا لا فان Et voilà, on est récompensé de notre travail cette année. Voilà, on fait un super parcours, on va en finale. Alhamdoulilah pour nous, on va aller la chercher, Inch'Allah, le 1er mai. فرحة كبيرة ما كاش كاش نعبروا عليها شغل ما كاش تعبير نقول لك يا خويا الحمد لله التليقة اليوم كان صعب ونحقنا التأهل في الدقيقة الأخيرة سجلنا هدف الفوز نظن بلي نشكر كل اللاعبين الطاقم الفني المحبين نشكر كاع الناس اللي وقفت مع هذا الفريق وأمنوا فينا جيش شعب ونشكر اللاعبين اللي داروا المجهود تاعهم في المقابله هذه ونشكر الجمهور اللي جا ساندنا ونتمنى ان شاء الله يعني الفريق تاعنا يزيد يتحسن اكثر من هذا يعني المقابله هذه ونتمنى باش يروح بعيد ابعد ممكن ان شاء الله ونتمنى كل خير للفريق وما يخفاكش المقابله كانت صعيبه شويه ما كانتش يعني سهله والكاس هذه هي اللي تخير ماشي يعني اللي خيروها الحمد لله اليوم برهنا باللي عندنا فريق عندنا مسؤولين عندنا جمهور عندنا مدربين حيينا هذا الفريق وحيينا هذا الشعب اللي كان في بعض الاحيان ما نقولش ميت ولكن كان فريمون مغبون اليوم راح ينشط مهما كان الظروف راح حان الوقت من المدرسه هذه تنشط نهائي سهل ولازم نديروا في بالنا باللي الكاس مقابله الكاس ما تتلعبش تتربح دونك حنا هذيك العقليه اللي دخلنا بها اليوم وفزنا وتاهلنا للنهائي هذا سي فري ما رفتهاش مع في ليبوك تاعنا ماذا بيا ان شاء الله نرفدها مع الجيل هذا ونفرح بها كما يفرحوا بها هما